السلام عليكم ورحمة الله. قال لك سيدي ما قدو فيل زادو فيلة. هاد الخنازير هادو ما فلحوا كاع في إخراج المرتزقة الإرهابيين إلى الضوء، هادي 50 عام. هاد حاجة أخرى، ملي شافوا دوك المبردعين اللي كيتيقوهم بداو كيفيقوا من القلبة، قالوا واش نديرو ياك، واش نديرو واش ما نديرو ياك، حتى حنا عندنا، حتى حنا عندنا ريافة بحال المغرب، علاش ما نجيبو واحد من المغرب، واحد مغربي، ريفي مغربي، ماشي بالضروره يكون من المغرب، لان الريافه ديال المغرب ما غاديش ونلصقوا معاه الريافه ديال الجزائر كما درنا مع البوليزارو، ونكونوا لهم حزب وندبروا لهم على مكتب، وها حنا جبنا المخزن فشيت له. اخواني لابد خصكم تعرفوا ان حتى الجزائر فيها ريافه، والجزائر كما قلت جابت ريفي مسخوط، واحد مغربي ما عرفت مين جاب، منين لقاتو، وكملت لي الروندا بريافه جزائريين. قبل ما تشوفوا الفيديو بغيتكم تحققوا مزيان في هذه الرساله هذه اللي صيفطها محمد بن عبد الكريم الخطابي الى محمد الخامس رحمهما الله. وكنظن بان هاد الرساله هذه كذبات كاع داك المخنت هذاك اللي قال لك، اللي ديجا هو ماشي راجل راه بين غير في كمرتو، وقال لك بان الخطابي طلب بجمهوريه او اسس جمهوريه في الريف. هاد الخسيس هذا ما كيمثلش منطقه الريف نهائيا، وما كيمثلش الريفيين، وبلا نفاق الريفيين، وسمحوا لي الا قلت الريفيين راه كلنا مغاربه، غير هذه جابتها الظروف. قلت هاد الريفيين هادو ما يديروهاش، ما يفكروش كاع في الانفصال. الريفيين ملي كيحسوا براسهم ناقصهم شي حاجه كيخرجوا للشارع يطلبوها، ما كيخافوش، كيخافوش بحال خفافيش كبرانات المبردعين. راه ماشي ريفي، ولا الام ديالو ريفيه، ولا الاب ديالو ريفي، مجرد زنديق كما قال النصر الزفزافي، انه اي واحد سواء اي واحد يقول لك انه يمشي للجزائر ولا يتبع ذاك النظام راه لاقي طن، لا اقل ولا اكثر. سمعوا شنو قال ناصر الزفزافي، الحراك ديال الريف. كنعاودها وكنقول لكم، حنا كنبغيو، حنا عندنا راي وحده، عندنا مالك ديالنا يبغينا وكنبغيو، وهذا الشيء اللي داروا يبان الخديوي ما يمثلناش وما كنعرفوش وما حتى شي حاجه. او ان هؤلاء مدعومين من الجزائر، اقول لهم ان موقفنا اليوم اشع وارجل موقف الدولة المغربية. لا زالت الدولة المغربية تمارس الدبلوماسية مع أرضنا الجزائر، ما زالت تقول نحن جيران وكذا وكذا. نحن نقول لا، شعب الجزائر شعب حقيقة ما نكرهاش، هم إخواننا، ولكن جنرال. حاجة واحدة أخرى أيها المغاربة الكرام، ما يغركمش هذوك اللي تيقول لك علاش مشات جريده او لا قناه سعوديه او لا اماراتيه مشاو حضروا لهذاك الشوه ديال الجزائر، ديال هذا نفس الموضوع اللي كنهضروا عليه ديال الريفيين المزورين. ما يهمكمش، لان الصحافه فين ما كان شي حاجه خصها تمشي ليه، ماشي هذا يعني ان الا مشات صحيفه سعوديه لتما هي راه صافي السعوديه قالت الصحراء ماشي مغربيه، او الا مشات صحيفه او قناه او كيف ما كان، المهم صحافه يمشيو ديال الامارات يمشيو تما نقولوا راه صافي راه اعترفت الامارات بالبوليزاريو ديال الويل. لا لا لا، ما يهمكمش هاد الناس هادو اللي تيهضروا هاد الهضره هادي، راه ما كنظنش واش عارفين اش كيقولوا ولا ما عارفينش. لا علاقه للصحافه بالشؤون السياسيه ديال الدوله ديالهم، صحافه كتبقى صحافه، بلا ما نبقاو نخلطوا عفاكم الوراق عاوتاني، تجبدوا الصداع مع السعوديه وتجبدوا الصداع مع الامارات، خليونا في التقاري، فينا الهم اللي حنا فيه. ودابا هذا الشيء هذا كاع علي، ما يهمكمش كاع هذا الشيء هذا، راه والو هذيك اللعيبه ديال بغاو يخليو زعما المغاربه فين يتشغلوا، اليوم ولا غدا صافي كيتنسى الموضوع وكيتنسى، ويخليهم تما هما يبداو يصرفوا، خلي هذوك المبردعين ديالهم هما يدبروا معاهم، يسولوهم فين تيمشيو فلوسهم ولا كاع اللي يسولوا، خلي باباهم اللي يقلب، مالنا حنا اللي كنخسروا شي حاجه، ها هما كيجمعوا عليهم الجقله. البوليزاريو الدولي هم تيندوف، دابا يدبروا على كيفاش يحرروا هما تيندوف، قال لك يحرروا
كيوقفوا مع الناس اللي ايوا صافي ها هما تندوا في هي تندوا في مشات لكم وشوفوا كيفاش ديروا باش باش تفكوها فيكم الفم. على كل حال انا كنقولها ونعاود نقولها، خليو عليكم الصحافه ديال الدول العربيه الصديقه للمغرب، الصديقه والشقيقه للمغرب، عطيهم اتساع، راه لا علاقه للدوله ديالهم بداكشي اللي كدير ديك الصحافه، خصوصا ملي كتكون صحافه ماشي ما تبعش القنوات الرسميه، ولو كاع تكون تابع القنوات الرسميه فمزيان مزيان نيت باش تنقل شنو كاين شنو كيدور تما وشنو واقع تما، لانهم ما غيخبيو عليهم حتى شي حاجه، لان هذوك اللي راكم عارفين الكراغله هاد تقول طق تقول لهم تطلق، ماشي بحال راكم عارفين الزيادات والنقصان، خصوصا هذيك المبنته ديال قناه الشروق، هذاك زويزو هذاك اللي كيزيد فيه وكيبدا يطبل ويه الله الله. ايوا المهم ما يغركمش داك الشيء وما يهمكمش، واللي غادي يكون ان شاء الله في قادم الايام هو غادي نحطوا الملف ديالنا عند الامم المتحده، وطبيعه الحال الامم المتحده على علم ودرايه ان الريف كان جمهوريه، وعندنا النداء الذي وجهه محمد بن عبد الكريم الخطافي سنه 1923 اعلان الجمهوريه، يقول حرفيا اننا لسنا المغاربه وان الريف يسعى الى الاستقلال وان الريف كان مستقلا وان لا شيء يجمعنا بما يسمى بدوله مراكش او النظام المخزني. الريف يعني يركز على نقطة مهمة أشرت إليها في وقت سابق، أننا نريد إعادة الشرعية وإعادة الاستقلال، وبطبيعة الحال سندق كل الأبواب بما فيها المنظمات الدولية، سندق أبواب الاتحاد الإفريقي ونحن جزء لا يتجزأ من هذه القارة العظيمة، وبطبيعة الحال كذلك القضية الريفية ستدخل إلى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وهذه هي الخطوة القادمة بحول الله. وبطبيعة الحال الوقوف الجزائري حكومة وشعبا معنا غادي تدفع إلى الأمام بالقضية الريفية، ربما إلى ذاك إلى كان القضية ديالنا غتستمر 30 عام أنا أقولها وبملء الفم أن بوجود الجزائر حكومة وشعبا معنا غادي تستمر واحد وقت قصير وسيتحرر الريف إن شاء الله ويعود الريف إلى حضن أبنائه، وغادي نرجعوا حيت متشردين شردنا النظام منفيين أكثر من 80% من أبناء الريف محرمين، يعني ما كيسكنوش في الريف، النظام يمارس إبادة جماعية، النظام نخليكم مع هذا الفيديو هذا ديال قناة الشرور اللي هاد الزوزو هذا راه كلشي تزارين عارفينو بأنه ماشي راجل، وفين ما تيكون شي حاجة ديال المغرب اللي السبان والمعيور وهذا كيسبق كيكون هو أول واحد، ملي تكون شي حاجه السياسه ملي تكون شي حاجه ديال الهرناطه ديال الكره راكم عارفين ديك القناه اللي فيها داك زويزو حتى هو اللي مبنت بحال هاد خينا هذا، خليكم مع هاد المتحللين هذا دي. عندهم هاد المحلل ديالهم في شي شكل هو متحلل ماشي محلل، الله يستر وصافي، الناس ما عرفت واش من دين عندهم واش من مله. هاد فتات الشرور هادي جابت واحد المتحلل ما عرفت كاع منين، الا كنتو كتعقلوا هذيك الكلام اللي كانت قالتها هذيك الممثله ديال المغرب في الامم المتحده اللي كانت جرت على بعوتي الأقرقبية اللي كانت جرتها اليوم، ملي قالت لي بأن القبائل عندها 9 ديال القرون كاينة قبل ما تكون الجزائر، ردوا ليها زعما الصرف، ردوا لينا الصرف زعما، قال لك بأن هذا المتحلل هذا قال لك بأن القبائل عندها بأن الريف من القرن 9 ولا ما نعرف، المهم ديك الهضرة اللي كانت قالت الممثلة ديال المغرب عاود كرراها هما زعما ديك. إيوا على كل حال أنا هادشي ديال مراتي مرضني ما نكذبش عليكم، المهم غنخليكم تسمعوا صافي الله يعاونكم. ايضا في السياقات اليوم كان في الجزائر وانت كنت حاضر هذا اللقاء نتاع الحزب الوطني الريفي الذي كان هنا في العاصمه، فهذا اللقاء اليوم السبت بالجزائر العاصمه تحت عنوان جمهوريه الريف وحق استعاده الاستقلال من تنظيم الحزب الوطني الريفي، وعرف عدة مشاركات من إفريقيا أحزاب سياسية في الجزائر بينها جبهة الجزائر الجديدة. يوبا الغديوي اللي هو عضو الحزب الوطني الريفي ألقى كلمة مهمة وقال ذكر بالمواقف والمبادئ الثابتة للجزائر التي قال بأنها ما تزال معقل للثوار، وهذا أول لقاء للحزب الوطني الريفي خارج أوروبا، وقال بأنه سوف يتم عقد فوق تراب الريف حلم سيتحقق اليوم في اللقاء هذا. زيادة على التصريحات السياسية سيد بن عبد السلام، كان هنالك أيضا معلومات
يعني مهمة يطلع عليها الرأي العام الوطني المغاربي، وأهمها أن هذه الحركة تريد استعادة الاستقلال، لأنها كانت جمهورية مستقلة منذ 100 سنة، يعني منذ قرن من الزمان، وتقريبا هي التي كانت الأولى في شمال إفريقيا. كيف تبعت وشاركت في هذا المؤتمر؟ أولا مأساة الريف هي القضية المنسية، قضية منسية، وأنا لا أتكلم على 100 سنة، أنا أتكلم على القرن 9 الميلادي، والريف لم تكن تحت حكم هذه المملكة، مملكة مراكش. الاسم الحقيقي لهذه المملكة هي مملكة مراكش، وحتى اليوم أنا قلتها بالفرنسية يسموها ماروك، بالإنجليزية موروكو، وبالبرتغالية مراكش. فإذا ما هيش مملكة. والاسم ديال الجزائر بالصبليونية هي الخريا، التسمية سرقوها، سمعتي، اسمها الخريا، لأن لما نسمو الاسم الصبليوني نحن كلنا مغاربة، تونس سميتها الخريا، نحن مغاربة، يعني هذيك مقاربة ديال المكلخين ديال الناس المعتوهين عقليا وفكريا. انتم الحق ديالكم عماكم، عمالكم الله البصيرة وخليكم هكاك، الله يزيدكم. حدودها الجغرافية تاريخيا لم تكن فيها لا إقليم الصحراء الغربية الساقية الحمراء والذاب، ولا منطقة الريف، ولا منطقة وجدة، والتاريخ والوثائق موجودة. الصحراء الغربية بفعل هذه الوثائق صنفتها الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، ومملكة مراكش وجب يا ما أنتم يا مغاربة يا عرب يا مسلمين، الجزائر تبحث مرة أخرى عن تقسيم المغرب بأي طريقة وبأي وجه. كيفاش دابا هاد العصابة هادي ترجع واحد النهار تصالح فيه مع المغرب؟ حتى إلا بغات الدولة المغربية ما كنظنش الشعب المغربي يبغي، ما حدو كيشوف هاد الطريقة الخسيسة والخبيثة ديال هاد الجهلاء الأغبياء منظمين ومولو مهرجان على أساس أنه لريفي المغاربة وحاشا لله، وداروا كاع هاديك الهيلالة هاديك. ولا مثقف جزائري ولا مثقف واحد فيهم قال حشومة، ما عدا أنور مالك وغادي يقولها وليد كبير وربما يقولها عبود، هذا هو من ليه. إذن لا خاوة خاوة سواء في الدنيا أو في الآخرة حتى ترجعوا، وإن عدتم نعود وإن تعودوا نعود، صدق الله العظيم.